طابت أوقاتكم كل الخير، أهلا بكم في برنامج الصفحة الأولى وهي جولة في الصحافة حول العالم، نبدأها بالعناوين. فاينانشال تايمز تقول إن واشنطن تكثف ضغوطها على الحلفاء الأوروبيين لتشديد موقفهم مع الصين. فورين أفيرز تتحدث عن فرصة بايدن وماكرون التاريخية في ترسيخ العلاقات بين واشنطن وباريس. جيروزاليم بوست تقول إن إسرائيل والولايات المتحدة تجريان مناورات جوية تحاكي ضرب برنامج إيران النووي. وفقاً لأشخاص تم إطلاعهم على المحادثات بين الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو، فقد ضغطت واشنطن في الأسابيع الأخيرة على أعضاء التحالف عبر الأطلسي لتشديد لغتهم بشأن الصين والبدء في العمل على إجراءات ملموسة لكبح جماح بكين. فاينانشال تايمز تناولت الموضوع تحت عنوان واشنطن تكثف ضغوطها على الحلفاء الأوروبيين لتشديد موقفهم مع الصين. وبحسب الصحيفة فإن الولايات المتحدة تدفع الحلفاء الأوروبيين لاتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه بكين، حيث تحاول الاستفادة من قيادتها في أوكرانيا لكسب المزيد من الدعم من دول الناتو لجهودها لمواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهاد. أضافت فاينانشال تايمز إن مسؤولاً بوزارة الخارجية الأمريكية قال إن وزراء خارجية الناتو سيتطرقون إلى سبل تعزيز قدرتهم على الصمود والتحديات التي تفرضها الصين خلال اجتماعهم الوزاري في بوخارست، لكن العديد من الحلفاء الأوروبيين قلقون من أن المناقشات قد تصرف الانتباه عما يرون أنه حاجة أكثر إلحاحاً لتعزيز الدعم الثابت لأوكرانيا. إضافة إلى ذلك كما تقول الصحيفة، فبينما يقوم الاتحاد الأوروبي أيضا بتقييم طرق تقوية علاقاته التجارية مع الصين، فإن الغالبية العظمى من دول الناتو بما في ذلك ألمانيا وفرنسا مترددة في موائمة مواقفها مع الصين تماما مع مواقف واشنطن. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور أحمد قنديل الخبير في الشؤون الآسيوية بمركز الأهرام للدراسات. دكتور أحمد، بعد التحية، يعني هل تملك بالفعل واشنطن القدرة على الضغط على حلفائها من أجل يعني ممارسة المزيد من الضغوط على بكين؟ مساء الخير على حضرتك وعلى حضرات السادة المشاهدين. بدون شك الولايات المتحدة لديها أوراق عديدة للضغط على حلفائها الأوروبيين من أجل الانصياع إلى رؤيتها للصين باعتبارها تهديد للأمن القومي الأمريكي وتهديد للمنظومة الغربية من القيم، وبالتالي يعني طبعا هناك انقسام في الموقف الأوروبي تجاه مثل هذه الضغوط الأمريكية، لأن الصين في نفس الوقت أصبحت الشريك التجاري الأول لمعظم الدول الأوروبية خاصة فرنسا وألمانيا، وهما أكبر دولتين في القارة الأوروبية. أيضا الأوروبيون لا يريدون دفع تكلفة عالية للانصياع للرغبة الأمريكية في وضع الصين كعدو أو كمنافس استراتيجي للغرب، مثلما دفعوا فاتورة غالية الثمن في بعد تصنيفهم لروسيا كعدو وبعد اندلاع الأعمال العسكرية في أوكرانيا وما تسبب عنها من ارتفاع فاتورة الطاقة وما إلى ذلك. وبالتالي هناك محاولة أوروبية للتوفيق بين الحليف الأمني والاستراتيجي وهو الولايات المتحدة وبين الشريك التجاري الأهم وهو الصين. أيضا يبدو أيضا أن الولايات المتحدة نجحت إلى حد كبير في استخدام الناتو باعتباره المظلة الأمنية الجامعة للحلفاء عبر الأطلسي في يونيو الماضي في مدريد، عندما وصفت خريطة الطريق الاستراتيجية للناتو الصين باعتبارها لأول مرة منذ إنشاء الحلف قبل 50 عاما أن الصين أصبحت تهديدا لأمن الأعضاء ومصالحهم في العالم. طبعا الولايات المتحدة تريد جر الدول الأوروبية إلى ساحة المحيطين الهندي والهادي، وهي الساحة الأساسية المتوقع أن تحدث فيها المواجهة مع الصين في السنوات القادمة، لكن عدد قليل جدا من الدول الأوروبية هي التي استجابت لهذه الرغبة. شاهدنا تحالف أوكاس
بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واستراليا. المملكة المتحدة انضمت إلى هذا الحلف في محاولة لردع الصين واحتوائها، لكن الدول الأوروبية الأخرى الحقيقة ما تزال تفكر في الانضمام إلى شبكة التحالفات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لاحتواء الصين. لكن من يزور القارة الأوروبية ويتحاور مع الدبلوماسيين الأوروبيين يلمس يعني لهجة عدائية تجاه الصين في الآونة الأخيرة، في زياراته الأخيرة لأحدى الدول الأوروبية التي توصف بأنها محايدة. فوجئت بالانطباع يعني عن الصين بأنها هنا الحديث تهدد عن القيم الليبرالية تشديد اللغة. ما الذي تعنيه الولايات المتحدة بهذا الأمر؟ هل تعني أن يكون هناك مواجهة مع الصين، أن تكون هناك دعم أكثر لتايوان، أن تكون يعني وتحديدا حينما يعني يقحم الناتو في مثل هذه الرغبة الأمريكية، هل تعني مواجهة ربما عسكرية ضد طموحات الصين؟ تجديد اللهجة يعني أن التعبير بصراحة وبوضوح للقادة الصينيين بأن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة غير راضية عن سجلها في مسألة حقوق الإنسان، غير راضية عن قمعها لحرية الرأي والتعبير، غير راضية لأسلوب تعاملها مع الأقليات الدينية خاصة أقلية الإيجور في إقليم شينجيانغ، غير راضية عن الاتفاقات التعاون الاقتصادي المتنامي مع عدد من الدول التي يصفها الغرب بالدول الاستبدادية في العالم، خاصة إيران، خاصة باكستان، خاصة وغيرها من الدول التي يعني توصف بأنها دول قمعية استبدادية. الغرب غير راضي عن تنامي النفوذ الصيني في العالم من خلال تعزيز علاقاته مع الدول التي تدخل في مواجهة مع الدول الغربية. وبالتالي تشديد اللهجة هنا طبعا قبل كل ذلك مسألة الموقف الصيني من الحرب الروسية في أوكرانيا. الصين لم تؤيد العقوبات الغربية على موسكو في بعد الحرب في أوكرانيا، وده طبعا مثل ضربة قوية للمساعي الغربية لاحتواء موسكو وإنهاء الحرب في أوكرانيا. وبالتالي كل ذلك يصب في مسألة تجديد اللهجة. لكن مسألة المواجهة العسكرية المباشرة بين الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة في مواجهة الصين لا يعني غير محتملة وغير متوقعة في المدى المنظور. نعم طيب، هل تقوم الدول الأوروبية تحت وطأة يعني هذه الضغوط، سواء الضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى يعني استشعارها الخطورة أو تضررها جراء الحرب في أوكرانيا، هل تقوم بدعم تايوان مثلا كنوع من أنواع مضايقة الصين؟ شاهدنا بعض المواقف الأوروبية التي تصب في هذا التوجه. شاهدنا موقف المستشار الألماني أولف شولتز مؤخرا، شاهدنا أيضا تصريحات قوية للغاية أمس لرئيس الوزراء البريطاني بشأن انتقاد الصين في مسألة حرية التعبير وحرية الرأي، وأيضا شاهدنا يعني نوع من أنواع التعاطف مع تايوان. ولكن ما حدث في تايوان في الأسبوع الأخير يضرب الجهود الغربية في الصميم، لأن الحزب الذي كان يدعو إلى الانفصال عن تايوان بزعيمة الرئيسة تايوان الحالية انهزم في الانتخابات الأخيرة لصالح حزب كومينتانغ، وبالتالي فقد الغرب ورقة مهمة في الضغط على الصين. وربما يكون تركيز الإعلام الغربي بما فيه مقالة فاينانشال تايمز اللي حضراتكم أعرضتوها الآن على مسألة المظاهرات الشعبية في الصين رفضا لسياسة كوفيد والإجراءات الحازمة، هي ورقة جديدة يستخدمها الغرب للضغط على الصينيين بعد فقدهم لورقة تايوان في ظل نتائج الانتخابات الأخيرة هناك. إذن الدكتور أحمد قنديل الخبير في الشؤون الأسيوية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.
ونواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. نيويورك تايمز تقول إن الاضطرابات الصينية حول الإغلاق تقلب التوقعات الاقتصادية العالمية، وتشير إلى أن الاحتجاجات المتزايدة في أكبر دولة صناعية في العالم تضيف عنصراً جديداً من عدم اليقين الاقتصادي بجانب حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة والتضخم. تايمز تقول إن الأكراد السوريين يعيشون في خوف من غزو تركي جديد، وتشير إلى أن الرئيس التركي ينتقم بعد التفجير الذي هز إسطنبول. تقرير لفاينانشال تايمز يكشف عن واردات أوروبا من الغاز المنقول بحراً من روسيا تقفز إلى مستوى قياسي، وتقول ارتفعت واردات الغاز الطبيعي الروسي المسال والذي يتم نقله عادة على ناقلات كبيرة بأكثر من 40% بين يناير وأكتوبر من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من 2021، مما يسلط الضوء على الصعوبة التي تواجه أوروبا في فصام نفسها عن الغاز الروسي على الرغم من محاولات بروكسل الابتعاد عن المصادر الروسية. نستكمل هذه الجولة الصحفية. وفقا للقصر الإليزي، سيستضيف الرئيس الأمريكي نظيره الفرنسي في زيارة تستغرق 3 أيام، وهي الأولى لماكرون في رئاسة بايدن. فورين أفيرز تناولت الموضوع تحت عنوان فرصة بايدن وماكرون التاريخية لترسيخ تحالف البلدين. تقول المجلة إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيناقش نظيره الأمريكي جو بايدن خلال الزيارة بأن يأخذ في الاعتبار بشكل أكبر الأضرار التي لحقت باقتصاد أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا في قراراته المتعلقة بالسياسة. وأضافت فورين أفيرز أنه يمكن تفسير استضافة ماكرون في البيت الأبيض على أنها بادرة من الرئيس الأمريكي لإعادة بناء الثقة بعد عام من الخلاف بين فرنسا والولايات المتحدة حول الشراكة الأمنية الجديدة لواشنطن مع أستراليا والمملكة المتحدة والمعروفة باسم أوكس، والتي كلفت باريس صفقة غواصة ثمينة مع كامبيرا. وتشير المجلة إلى أنه بينما يؤكد الجانبان علاقاتهما الوثيقة والاتفاق على القضايا الكبيرة مثل الحرب في أوكرانيا، يعترف الجانبان بأن هناك توترات اقتصادية وجيوسياسية تختمر ولن يكون من السهل حلها، حيث تلحق الحرب خسائر اقتصادية أكبر بأوروبا مقارنة بالولايات المتحدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن تقليص الصادرات الروسية. كما انتقد ماكرون والأوروبيون قانون خفض التضخم الذي أصدره بايدن، ويقولون إنه يهدد الصناعة في التكتل الأوروبي، وهو ما دفع إدارة بايدن للتأكيد على أنه ستتم مناقشة مخاوف فرنسا بشأن التشريع مع ماكرون، فضلاً عن استعدادها لإيجاد طريقة للعمل على حل تلك القضايا المثيرة للقلق. صرح وزير الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته بيني غانتس في بداية الشهر أنه بينما تمتلك إسرائيل القدرات لضرب المنشآت النووية الإيرانية، يجب على رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو أن ينظر في المسألة بعناية قبل إصدار الأمر. جيروزاليم بوست تناولت هذا الموضوع تحت عنوان إسرائيل والولايات المتحدة تجريان مناورات جوية تحاكي ضرب برنامج إيران النووي. تقول الصحيفة إن سلاح الجو الإسرائيلي سيجري هذا الأسبوع واحدة من أكبر تدريباته منذ سنوات، حيث يحاكي مع سلاح الجو الأمريكي ضربات هجومية ضد برنامج إيران النووي. وبحسب الصحيفة فإن المناورات ستجرى من الثلاثاء وحتى الخميس فوق البحر الأبيض المتوسط وإسرائيل، وستشمل رحلات طويلة المدى مثل تلك التي قد يحتاجها الطيارون الإسرائيليون للوصول إلى إيران. كما ستشمل التدريبات تزويد الطائرات بالوقود وكذلك الطائرات المقاتلة من كلا القوتين. ذكرت الصحيفة أيضاً أن واشنطن وإسرائيل وقعتا اتفاقية من شأنها أن تساعد الولايات المتحدة إسرائيل في الدفاع الصاروخي في أوقات الحرب، وقد أجرى الجيشان العديد من مناورات الدفاع الجوي المشتركة في السنوات الأخيرة. وتوضح الصحيفة أنه مع تصاعد التوترات بشأن برنامج إيران النووي والعداء الإقليمي، تهدد إسرائيل وإيران بعضهما البعض من خلال ضباطهما الكبار بأن جيشيهما قادرين على ضرب الآخر. نصل بذلك إلى ختام هذه الجولة في الصحافة العالمية، شكرا لكم وإلى اللقاء.